يعني احنا عندنا اعظم لاعب في العالم في التاريخ محمد صلاح. صحيح. ده ملوش حل. صح. يعني محمد صلاح كده نحطه انا اكتر واحد يفهم امكانياته لان دي شغلتي كناحية فنية طبعا. وبعدين حط 10 شورت وراه وبعدين حط نمرة 2 مثلا ميسي رونالدو هلا ايا كان. انما صلاح ده ملوش حل. بالمناسبة يا كابتن يعني اشرف، وانت بتسمع او انت بتتفرج على محمد صلاح، انت بتتفرج عليه زي ما انت قلت كده بوجهة نظر فنية كبيرة ورائعة، ساعات بتلاقي نفسك بتعلق بشكل تلقائي على اهداف لمحمد صلاح او كرات حلوه لمحمد صلاح؟ بالظبط. جميل قوي، جميل قوي الجمله دي يا كريم. إيه انا وانا هنا في امريكا، انا الفتره بتاعتي عملت اكتر من 10,000 مباراه. هايل. مفيش في العالم حد عملها. يعني عامل الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الالماني، وكل الدوريات، كل التصفيات، حتى كوبا ليبرتادورس، كله. فعملت اكتر من 10,000 مباراه. كل مباراه انا غير المشاهد، مفيش ثانيه بتعدي عليا لما بطلع بحاجه. فطلعت بكم جمل تكتيكيه مش طبيعي. طلعت بكم خطط لعب مش طبيعي. اتحدى لو حد يعرفه في العالم، اي مدرب في العالم ما يعرفش اللي عندي ده. الله. فانا نفسي الجمل التكتيكيه الخطط دي، يعني احنا عندنا في مصر لعبتنا مستوى عالي جدا، من اعظم مهارات في العالم. لعيبه مصر ولعيبه المنتخب السعودي مهاراتهم عاليه جدا. صحيح. انما مظلومين لان ما حدش اداهم تاكتكس، ما حدش اداهم خطط لعب خالص، فمش عارف ينفذ المهاره اللي عنده. بالظبط. هدي لك مثل بسيط كده في بالنسبه لمحمد صلاح. الناس تقول مثلا هو مع ليفربول بيأدي ومع المنتخب، لا ده الموضوع انا هوضحه بشكل فني. احنا مثلا واحنا بنلعب اي ماتش، فاحنا بنشتغل، احنا منتخب مصر مهارات عاليه قوي، لكن اسرع تيم في العالم بيفقد الكوره. التمريره الثانيه الثالثه ما بتلاقيهاش. صح. عندنا الميسنج عالي جدا. صح. فانا درست الموضوع ده حبا في مصر، ان انا عايز افويد الميسنج، عايز اتجنب الميسنج. فهدي مثل بسيط ناحيه فنيه، مثلا ما بيجي راس حربه بياخد طرف ملعب ومعاه المدافع، لاعب الوسط في اي مكان في العالم بيديله. صح. فهنا المهاجم لما بيستلم بظهره، بيستلم من وضع ثبات مش من وضع حركه. بيستلم، المدافع عايش ما خرجش بره اللعب، بيستلم ماهوش فيسنج المرمى، فاحتمالات القطع وارده. فهنا بعدل دي ازاي عشان افويد الميسنج، بطلب من لاعب الوسط انه يعمل تعطيل تكتيكي، والمهاجم هنا يعمل بدل ما يسلمه في الفيرست موبيلتي يسلمه في السكند موبيلتي، يعمل تيرن ويقلب، يبقى هنا يستلم من وضع حركه مش من وضع ثبات، يبقى هنا يستلم فيسنج للمرمى، يبقى المدافع خرج بره اللعب، يبقى هو استلم من وضع حركه مش من ثبات، يبقى فيسنج للمرمى، ما استلمش بظهره، استلم بوشه. صحيح. كل دي الاربع نقط سلبيه حولتهم لاربع نقط ايجابيه. هايل. دي تخليك احتمالات انك ما تفقدش كوره وارد جدا وكتير جدا. فده بيحصل عندنا. صلاح عنده دي عالي قوي 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 فيها. ارجع للماتش الاخير بتاع مانشستر سيتي. صح. تمام؟ صح. انت كلنا شفناه طبعا. طبعا. ده راجل ما بيهزرش. كل الناس دي هالاند، كل ده هقص. انا اسف ان انا اقولها، محمد صلاح اسطوره.